السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم راح تكون عن سفينة ضخمة جدا، معروف عنها من أكثر السفن جمالا وسرعة وطول، حتى إنها أضخم من سفينة تايتانيك نفسها. كل سنة كانوا يجوا الناس من جميع أنحاء العالم عشان يزوروها، فكانت دائما تجمع الفنانين والسياسيين والأغنياء والمشاهير. وهذه السفينة كانت أطول من برج إيفل، كان يزورها 50 مليون زائر في السنة. هذه السفينة سفينة الملكة ماري. خليكم معنا وتابعونا للآخر عشان تعرفوا قصة هذه السفينة. بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الانترو. هذه السفينة كان تصميمها من الداخل جميل جدا وفخم، وفيها حمامين سباحة وخمس مطاعم، وفيها 300 غرفة. الأغنياء والمشاهير بس اللي كانوا يركبوا هذه السفينة، واسمها سفينة الملكة ماري، وهي باسم ملكة بريطانيا الملكة ماري وزوجة الملك جورج الخامس. كانت ملكة على بريطانيا من عام 1910 لعام 1936. بالرغم من جمال هذه السفينة وضخمتها، لكن شهرتها كانت بسبب إنها من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح، بسبب تاريخها الدموي وعمليات القتل اللي صارت على هذه السفينة. لما عملوا السفينة عام 1936 كانوا يستخدموها لنقل الأسرى والجنود في الحرب العالمية الثانية، طبعا لأنها كبيرة وبتنقل آلاف الركاب. وفي عام 1966 توقفت السفينة عن العمل وبطلت تشتغل، فرجعوها لبريطانيا اللي هي موطنها الأصلي، وبعد فترة باعوها لميناء لونج بيتش في كاليفورنيا. ولحتى الآن كل شخص بيدخل هذه السفينة بيطلع منها خايف من اللي شافوا سبعه. في غرفة المحركات في السفينة، نظام البواب اللي في السفينة بتشتغل نظام أوتوماتيكي، بيفتح وبسكر لحاله عن طريق الضغط على الأزرار. وفي يوم العمال كانوا بيشتغلوا في الغرفة، وكالعادة بيتدربوا كيف بيتعاملوا مع الحرائق. واحد من العمال عمره 17 سنة اسمه جون، قال بده يتحدى أصدقائه ويطلع من البوابة رقم 13 قبل ما تسكر بخمس ثواني. وبالفعل لما أجت تسكر البوابة جر بسرعة، لكن لسوء حظه كانت البوابة أسرع منه، فقسمت جسمه لنصين. وكان هذا المشهد من أبشع المشاهد قدام زملائه، طبعا المكان كله مليان بالدم، وهذا غير صراخ زملائه. ومن يومها كل شخص بيدخل هذا المكان بيسمع صوت شخص بيطلب المساعدة وبيصرخ من الألم، أو بيحس حدا بيمسكه من خلفه. وحسب كلام الناس كان مجموعة من الأصدقاء لما سمعوا عن الحادثة قرروا يزوروا غرفة المحركات، وبالتحديد البوابة رقم 13 اللي توفى عندها جون. وكان من ضمنهم فتاة كانت ما بتصدق وجود شبح جون، وكانت طول الطريق تستهزئ مع أصدقائها من القصة. وبعد ما وصلوا للمكان صارت تحكي بصوت عالي: إذا كنت موجود بالمكان اطلع ورجينا شو بدك تعمل. وفجأة حست بشخص بشد شعرها بقوة من ورا، صارت تطلع لورا وما لقت حدا، وصارت تقنع في حالها انه هذا كله اللي صار معها تهيؤات. حتى لما اجوا يطلعوا من غرفة المحركات وقعت قطعة من المعدن على رجل الفتاة وقطعت جزء منها. ومرت سنوات كتيرة، بتقول الفتاة: من حد ما زورت السفينة في هذاك اليوم وانا بحلم في الكوابيس وبحلم في شبح جون. في الطابق الثاني من السفينة صارت قصة في حمام السباحة، غرقت طفل صغيرة اسمها جاكي. لما طلعوا جثتها من المية كانت تعابير وجهها مرعبة، كأنها شافت اشي مرعب قبل ما تغرق. ولليوم ما زال شبحها بدور في المكان، وهذا الشبح ما كان بيأذي حدا، واللي بزور هذا المكان كان بيسمع صوت ضحكاتها أو صوت ركض، وأحيانا صوت شخص بيسبح والمكان فاضي. وكان في أثر أقدام لطفلة صغيرة جنب حوض السباحة، ولقطوا كم صورة عشوائية للمكان، وظهرت في الصور كائنات سودة صغيرة مش واضحة، ممكن تكون لجاكي. وكمان في حوض سباحة في الطابق الأول، سيطر على المكان شبح سيدة غرقت في الحوض قبل سنوات طويل، ولكن هذه السيدة ما بتطلع لها صوت ولا بتلمس الزوار. بس اللي بزور هذا المكان بشوف سيدة بتمر وبتختفي بسرعة، وقالوا هذه السيدة بتظهر بشكل غير واضح وبتلبس ملابس قديمة. كل الطوابق اللي في السفينة كانت سليمة ما عدا طابق بي، من كتر الشكاوي اللي منه طلعت عليه سمعة سيئة. طب شو سبب هذه الشكاوي؟ زمان في رجل استأجر غرفة صغيرة في هذا الطابق مع أسرته المكونة من زوجته وبنت هدانا والطفل الصغير. في يوم الأب قتل زوجته والطفل الصغير خانه، أما الطفلة دانا خافت وراحت تخبت في الحمام، ومسكها الأب في الحمام وطخها، وبعدين طخ حاله وانتحر. كل هذا صار فجأة بدون سبب، ولحتى الآن ما حدا بيعرف ليش قتل عيلته.
قبل ما تصير حادثة القتل بأيام، كان الأب بيشكي لزوجته إنه في صوت براسه بيأمره يقتل أسرته، وكان يفترض لما توصل السفينة إنهم يروحوا عند دكتور نفسي. لكن للأسف الأب قتل أسرته قبل ما تصل السفينة. ظلت جثث الأسرة فترة طويلة في الغرفة لحد ما اكتشفوها، ومن يوم هذه الحادثة كل حدا بيدخل هذا الطابق بيقول إنه بيسمع صوت طفلة بتبكي، ومرة صوت ضحكاتها، حتى إنهم قالوا شافوا طفلة بتجري آخر الممر وبعدين بتختفي، وبيقولوا هذه الطفلة نفسها هي الطفلة دانا. وفي غرفة في السفينة اسمها B340، هذه الغرفة أطلقوا عليها اسم الغرفة الملعونة لأنه في كتير أشخاص دخلوها وماتوا بعد شهور قليلة. عشان هيك إدارة الفندق أغلقوا هذه الغرفة، وهذه الغرفة بيعتبروها أخطر مكان بالسفينة. فشو اللي صار بالغرفة B340؟ هذه الغرفة انقتل واحد من الموظفين اللي بيشتغلوا بالسفينة بطريقة بشعة، ومن يومها صاروا يسمعوا صوت شجار وصراخ، وصوت أثاث الغرفة بيتحرك لحاله. وآخر مرة نظفوا الغرفة بعد الحادثة كانت قبل 25 سنة، وقاموا منها الأثاث وسكروها، ولليوم ممنوع حد يدخلها. ومطبخ السفينة كمان ماخيلي من المشاكل اللي خلاه من الأماكن المسكونة في السفينة. في خلال الحرب العالمية الثانية صار في شجار عنيف بين الطباخ وواحد من الجنود، وصاروا يتقاتلوا ويضربوا بعض بالإيدين. انتهى هذا الشجار لما الجنود قتلوا الطباخ وقطعوا بالسكاكين. وفي غرفة في السفينة بسموها غرفة العزل، هذه الغرفة كانوا يحطوا فيها أشخاص وجنود عندهم مرض نفسي، فبحبسوهم في هذه الغرفة. وعلى الباب كان في قائمة بأسماء هدول الأشخاص، من وين إجوا وشو نوع مرضهم وجنسياتهم. كان الشخص يضل في غرفة العزل لفترة طويلة لحد ما يموت، وممنوع يطلع منها، فكل الناس اللي كانوا يشوفهم بس المرضى اللي زيه والممرضات. ولليوم بسموا هذه الغرفة بغرفة الموت. هذا غير الأصوات اللي بتطلع من السفينة والأمور الغريبة اللي بتصير فيها. في واحد من اليوتيوبر اسمه شاين داوسون راح للسفينة مع مجموعة من أصدقائه، وقرر انه يقعد لحاله في غرفة، وفي يوم شغل الكاميرا وحطها قدامه. في الوقت نفسه كان بيسمع اصوات عشوائية مثل صوت سحب غرض معين او خربشات على الجدار. في البداية ظن انه اصدقائه بيمزحوا معه، لكن لما طلع من الغرفة اكتشف انه اصدقائه كانوا بعيدين عن الغرفة وما حدا بيعرف مصدر الاصوات اللي كان يسمعها. والغريب في هذه القصة، ولما رجع الشاب على بيته وشاف اللي صوره في الكاميرا سمع صوت عالي ومزعج بالفيديو. والغريب لما كان بهذه الغرفة ما سمع هذه الأصوات، وهذا الصوت بين لما رجع لبيته. في كتير من الأشخاص ماتوا داخل السفينة، لكن سفينة الملكة ماري قتلت أشخاص خارجها. ففي يوم من الأيام وفي أثناء الحرب العالمية الثانية خبطت السفينة قارب فقسمته لنصين، وكل الأشخاص اللي فيه ماتوا. في منهم مات من تأثير الصدمة، وفي منهم غرق، ومنهم انسحب من مية البحر وتقطع من مراوح السفينة. وحسب كلام الناس اللي كانت تزور السفينة كانوا يشوفوا رجل طويل بيلبس ملابس قديمة. هذا الرجل ما كان بيأذي حدا وما بيصدر أي صوت، بس كان بيبتسم لكل واحد بيشوفه وبعدين بيختفي. وكمان بقوا يشوفوا سيدة بالثلاثينات من عمرها كانت بتلبس فستان أبيض قديم، كانت تتجول في السفينة، كانت الناس تشوفها وهي بتمر من عندهم، وفي صور كتير بتثبت هذا الكلام، لكن صور وجهها مش واضحة وما حدا بيعرف قصة هذه السيدة. حاليا السفينة عبارة عن متحف وفندق في كاليفورنيا. في كتير من الأماكن المسكونة في العالم رغم رعبها لكن ما زال الزوار بزوروها بشكل دائم. وبس والله هيك بتنتهي قصتنا لليوم. قولوا لنا إيش رأيكم بالقصة في التعليقات، وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نسكر الفيديو لا تنسوا الدعم يا إخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.